خنت قبل كده؟ خنت مين قبل كده؟ اللي عارف اللي بيردد السؤال تاني ده بيردده ليه؟ بيفكر؟ يس بيفكر هيرد ازاي عشان ما يتفضحش؟ بالظبط. ده The Blind Date Show ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الآخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. متوتر؟ لا. طب اكسايتد؟ الصراحه. الدرينك بتاعك لونه ايه؟ كيوي غالبا كلاب سودا. انا كنت عايزه ابدل معاك بس انا الدرينك بتاعي شكله احلى. يعني بصي كنت لسه رايحه عشان يمو اخد بق رجعت لما كنت عايزه تبدلي. ثانك يو. طب عايز اشوف شكله؟ اوكي. لا شكله بتاعي احلى فعلا. حلو النيل بولش. شيك. ثانك يو. ايه ده اتكسفت شويه ليه؟ بتعمل ايه؟ قلت نيل بولش ابسط حاجه. يور سويت. طب انت بتعمل ايه في حياتك؟ انا ليه مكسوفه قوي كده. بشتغل مهندس عادي جدا بس عايش في شرم الشيخ. ايه اللي خلاك تروح شرم الشيخ؟ انا اسكندراني اصلا، عشت في القاهره سنه وما قدرتش بقى، كنت عايز بحر. اوكي بتحب البحر؟ يعني كلب بحر فاهمه. والله بتحبي الكلاب؟ ايوه طبعا بحب الكلاب. بس دي اهم حاجه والله. بصي عندي كلبين يا اهو والله عشان الكلاب بجد. اتفضلي. والله ثانك يو. انت بتحب الكلاب؟ انت كمان عندك كلاب؟ عندي كلب كوبر. طب عايز اسالك سؤال تاني عشان ده بساله دايما. طب برج ايه؟ السؤال ده مش بحبه. انا بحبه. ما انا جوزاء. ايه ده انت عشان كده مش بتحبه؟ انا شايف ان احنا مظلومين والله. ايوه طبعا انتوا مظلومين. انا بحب الجوزاء جدا والله. انت جدا والله. ثانك يو. انا برج الحمل، فبرج الجوزاء والحمل بيبقوا حلوين قوي مع بعض، بيتفاهموا جدا. طب دي بدايه موفقه جدا جدا بقى. جدا جدا ما تخافش بعد كده لما حد يسالك انت برج ايه قول انت جوزاء عادي. طب واخبار القطط معاك ايه؟ لا بحبها بس ما عنديش قطه في البيت. يعني مش عايز اقول لك انا عندي كام قطه في البيت عشان ممكن اتضايق شويه. كام؟ 12 بس. طب اقول لك ثيري بتاعتي بقى بس ما حدش بيقتنع بيها قوي، ان الولاد زي الكلاب والبنات زي القطط. تفتكر البنت عمرك ما تعرف ايه اللي في دماغها؟ القطه نفس الكلام، القطه ممكن تجيلك تلعب معاكي شويه وتمشي. انا ما بشوفش كده الصراحه، انا بشوف نفسي شخصيتي شبه الكلب قوي. بحس الكلاب زي الولاد بتبقى اكتر، اللي هو يعني بيبان ايه الانتنشن بتاعته، بتبقى واضحه وصريحه من الاول. مش على طول. مفيش كفرز يعني قوي. لا مش على طول. هو يعني يمكن دلوقتي البنات بقت اذكى شويه في الحاجات اللي زي دي، بس لا انا بشوف نفسي كده كده البنات اذكى من الرجاله للاسف. يعني مش عايزه اقول هو دي حقيقه شويه. ده كده كده. جالك ايه؟ جالي ايه التوبيك ولا جالي الاكل؟ انا بصيت على التوبيك، انا بصيت على الاكل. تحب الاكل؟ طبعا. انا كمان. انا بطبخ اصلا. وانا كمان طبيخي خطير. انا لما بحب حد قوي بحب اطبخ له. حلو ده. لا بس انا بحب اطبخ لكل الناس، بحب دايما ابقى الهوست وصحابي عندي واطبخ لهم. انت ايه اللي نزل لك؟ بوتيتو كيوبس. انا عندي ويدجز جنبها ساسج. عايز تدوق؟ وش طبعا. انت عايزه؟ طيب طب انا ادوق الساسج الاول. طب عايزه ايوه تعالى نبدل. نبدل. انا ما دقتش. طب لا دوق. لا خلاص لا مش مشكله والله تمام. اوكي بس انا بحب الوجز. هرجعها لك تاني مش مشكله. لا بس انا بجد بحب الوجز. الساسج حلو قوي. انا ندمت شويه. بالهنا والشفا. قول لي بقى بتطبخ ايه؟ اي حاجه بتتشوي ممكن تتخيليها بقى. ايه ده الله ساوندز ريلي جود. دي في العزايم تبقى خطيره. طب ايه الطبق اللي انت متخيل ان هو لازم يكون موجود في العزومه؟ اي حاجه بيبقى فيها بطاطس يعني. ايوه صح. بقول لك ايه، على طول في العزومات لما امي تبقى عندنا عزومه تبقى خناقتنا على طول ان انا بدخل المطبخ فاهمه واقعد اتكلم معاها واسحب بطاطس. ايوه نفس الحاجه. نص طبق بيخلص حالا. انا عايزاك تدوقها عشان انت ما دوقتهاش. ثانك يو. انت خليهم عندك بس. لا عشان دي ساسجز عجبتك يعني. أيوة. اتفضلي. مش هقول لك لا بصراحه مع اني كنت طمعان فيها. لا ارجعها لك تاني على فكره. ايه الدلع ده والله. احنا الاثنين بنحب الاكل فقعدنا نتكلم على الاكل ونسينا الجواز فعلا. نسينا كل الكلام عن الجواز. نسينا المهم. ايوه. انت حاسس امتى ممكن تبقى جاهز انك تتجوز؟ لما اكون بحب واحده وبتحبني فخلاص يعني. هو ده بس الحاجه الوحيده بس ان تكونوا بتحبوا بعض دي اهم حاجه. طب ايه الحاجه اللي ممكن تخليك خايف تتجوز؟ لا الجواز طبعا.
الجواز شخصيا؟ ايوه طبعا. هو انت حاسس انك عايز تتجوز ولا لا؟ عايز اتجوز طبعا ونفسي اخلف بقى قوي. انا بقالي كتير عايش لوحدي، نفسي بقى في عيله بقى، فاهمه؟ ايوه فاهمه قوي. بتحبي الاطفال ولا لا؟ ايوه طبعا. الله كيوت. طب انا عايز اسالك سؤال، هو انت ممكن تتجوز حد كان متجوز قبل كده؟ وحيات امي كنت لسه اسالك نفس السؤال ده. طب رد انت الاول. لا عادي، طبعا مفيش مشكله. طب عايز اسال سؤال تاني، لو عنده بنت او ولد؟ معرفش، بس لو بحبها قلت لك اهم حاجه في الجواز ابقى بحبها وهي بتحبني. لو بحبها خلاص تمام، فاهمه؟ طب اوكي، عشان بس انا كنت عايزه اقول لك ان انا عندي بنت. ايه ده، عندك كام سنه؟ 9 سنين. انت عندك كام سنه؟ في حد يسال حد السؤال ده؟ 55. عندي 55 سنه. انا عكيت السؤال ده، سوري سوري. انت واضح ان الخطة خلتك تسالني سؤال مش المفروض تسالني. كنت 3 سنين 4 سنين 6 سنين. حلو. بس عايزه اقول لك ان انا اتجوزت صغيره قوي، اتجوزت وانا عندي 21 سنه. طب اقول لك مفاجاه، انا اتجوزت 22 سنه. و 25 سنة كان نفس الحاجة بالظبط. أنا قعدت 5 سنين برضو. هسألك سؤال، إيه السبب الرئيسي اللي يبوظ الجوازة؟ بيتهيألي عدم المسؤولية، لأنه معرفش كده، بحس إن كل حاجة تانية ممكن نشتغل عليها مع بعض as a family، بس المسؤولية دي لو مش عند راجل بحس دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني أحس إن أنا مش حاسة بأمان. يعني أنت قلتي مش حاسة بأمان، ففكرة بقى أنت ما تحسيش بأمان مش شرط من المسؤولية، ممكن تيجي من خيانة، ممكن تيجي من بخل. بحس دايما لو حاجتين لو اتكسروا ما بين الكابل خلاص، الاحترام والتراست بس كده، شكرا. أيوة باظت خالص. وبعد فكرة بقى المقدم والمؤخر، والمقدم اسمه ولا اسمه المقدم ده بتاع العربي، بقول لك ايه، الطلاق ده بجد اوحش اكسبيرينس في الدنيا. تبقى فتره عشان كده كان كوبر اللي هو الكلب بتاعي جالي بعد ما طلقت على طول، فهو كان واقف جنبي واقفه فاهمه مش طبيعيه، فعشان كده بحبه قوي. ان انا بجد كلابي من الحاجات اللي بتحسسني بالونس وكده في البيت. يا بنتي بيحسوا اصلا بالواحد. أيوة. بطريقه مرعبه بجد. بنتك اسمها ايه؟ لارا. لارا، ماشي، بحب الاسم ده، ربنا يخليها لك. ايه ده؟ ميرسي. دي عشان لارا. طب عايز اسالك سؤال. اتفضلي. بما انك كنت متجوزه قبل كده وانا كنت متجوزه قبل كده، تفتكر ممكن تعمل فرح؟ بس عايز يبقى بيتش ويدنج كده على الهادي. ليه بقى بيتش ويدنج؟ عشان كوبري يجي برضه. الله، دي احلى جو ده والله. مش عارفه، دي كانت اديتك الورده بلس 1 اهي تاني. يعني اديتها لك تاني، دي من ألذ الردود اللي سمعتها في حياتي. عشان كوبر يجي، ذاتس اميزنج. ايوه، اصلا كنت بدور له على التقسيط دي عشان عايز اجيبها له، يعني انا عايز اجيبها له عشان لما اتجوز ان شاء الله يبقى هو موجود. بس ما طبعا. طب بقول لك ايه، انت سالتيني كتير قوي، ايه اكتر حاجه ممكن تخليكي تتجوزي تاني اللي هو لا انا ممكن اخد الاكسبيرينس دي كمان مره؟ طيب هو عامه انا ما تعقدتش، يعني انا دايما بحب ادي كل حاجه حقها. برافو، انا ما تعقدتيش. ايوه لا طبعا ما تعقدتش، وبالعكس انا حابه جدا ان انا اخد الاكسبيرينس دي. بس الفكره كلها انه انا مش عايزه منه اي حاجه تانية غير ان احنا نكون ستيبل، فاهم قصدي؟ اللي هو نبقى عيله ونسند بعض ونقف جنب بعض. يو فيل هوم. يس، فيل هوم وننجح ونعمل. أيوه. وكده يعني بحب كده قوي. طب هتخلفي تاني ولا لا؟ ايوه ممكن اخلف تاني طبعا، نفسي اجيب ولد الصراحه عشان جبت بنت. هقول لك على حاجه على طول كنت بفكر فيها، لا لو مراتي حامل طول الوقت بقول لكل الناس محدش مقتنع بكده خالص، ان انا مش ببقى عايز اعرف الجندر، يعني عايز اعرف يوم الخلفه. مستحيل. حاسس السربرايز احلى بكتير. مستحيل. من لما تعرفي الجندر من بدري، فاهمه؟ يا نهار اسود، ده صبر ايوب. انا مستحيل. بس حلوه اللي هو انت مستنيه حاجه مش عارفاها هتبقى لذيذه. انا برج الحمل، انا ما استناش اي حاجه، انا اصلا الديت ده عايز اعمل كده عشان اشوفك. لا ما بعرفش، انا ما عنديش صبر خالص، مستحيل. وبعدين في تجهيزات، انت تبقى عايز تجيب لبس وعايز تجيب حاجات وبتاع. يعني بحس هم عندهم كام يوم دي هيلبسوا اي حاجه؟ مش دي الاشياء يعني. طبعا انت مش فاهم التفاصيل. بحب بقى البس مش عارفه ازاي. ايوه بس شكلي مخلفه بنت كمان فهتبقى كيوت. ايوه والولد كمان، ده لبس الولاد البيبي خطير، انت مش متخيل. عندك اوتفيت انت وبنتك شبه بعض؟ طبعا. طب لا خلاص انت تفهمني، خدي عشان الاوتفيت دي. ثانك يو تو تايمز فلاورز بسبب لورا. ثانك يو ليتا. طب اسالك سؤال تاني، لو خلاص دلوقتي مثلا متجوزه وفي نفس البلد وبعدين جاله سفر ان هو واتيفر بقى هيسافر فين؟ هسافر معاه. طب لو مثلا ما ينفعش تسافري معاه اول 6 شهور لغايه ما يسافر البلد دي ويظبط البيت وكده؟ هنعيش في نكد من بدايتها كده. هنكد على امه. مش هنكد عليه، هيبقى وحشني وهبقى طول الوقت محتاجاه وهبقى بساله وهبقى انا مش غيوره يعني. بس مثلا ايه ده؟ لا انا بغير، ما كنتش بغير خالص. غيره لذيذه ولا غيره دمها تقيل؟ لا بغير الغيره الطبيعيه، لو في حد بيفلرت طب ما انا هغير يعني. هو اصلا اللي بيفلرت ده بيفلرت ليه؟ هو انت مش موجود؟ ماشي ما انا موجود. لا ده خط احمر، هو انت مش محتاج تغير عشان هو اوريدي. انا مش هدي فرصه لحد انه يعمل حاجه زي كده. عمري اكيد ما اكون بعمل حاجه تضايقك او تضايقك. ايه تضايقك دي كلمه غريبه قوي، انت مين اصلا؟ هتعرفي تضايقه. ايوه.
احنا لسه مخلصناش. عندي كده جزء بين الشرقي اللي هو الحاجات دي وفي نفس الوقت الانفتاح وكل حاجات. الله الجزء الشرقي ده بجد فرحت لما سمعتها شويه، لان حاسس ان ده بابا رسخ فيا حاجات كتير. كل حاجه عادي يا جماعه. لا لا مش كل حاجه عادي، انا ما بين المودرن وما بين ان فاهمه قوي الميديت كده على الهادي اللذيذ ده. ايوه بصي هسالك سؤال، لو واحد متجوز وقال لك انا عايز اتجوزك ومراتي عارفه وموافقه وتمام، وهي مراته فعلا عارفه وموافقه وتمام، لا انا ما وافقش اكون زوجة تانية. طب لو العكس، لو انتي متجوزة جوزك قال لك انا عايز اتجوز تاني؟ لا انا مش موافقة على رقم اتنين دي في العموم، انا قلت لك انا ما بغيرش، بس في كده ليميتس معينة. عايز اقول لك حاجة، انا ضد بقى الجوازة التانية دي خالص، ما اعرفش مش مقتنعة بيها بصراحة. بحس اصلا ان هي يمكن تكون بريشر كبير قوي على الراجل، يعني الراجل عشان يقسم حياته بين اتنين ومشاعره بين اتنين وحاجات كده، بحس انها صعبة قوي بصراحة. بتخلص اصلا يعني. ايوه هي واحدة بت جيبه كده، ده انت كنت ماشي كويس فجأة بقت الست بقت خلاص مونستر وبقت بتعمل في الراجل مش عارف ايه. لا ليه والله ماتش كده، يبقى انت الكلام اللي انت قلته في الاول ما كانش حقيقي يا بنتي. ليه والله ماتش كده. مدلعك وانا والله. كمان هيجي التشيك في الاخر وهعرف. ها ايوه انا عارفه. لا ما تقلقش ريتنج حلو. قوي. وانا كمان انا طبعا ديت حلو جدا حزب. طبعا بس بصي بصي شكل طبقي جامد ازاي والله. بص ايه ده. انت كنت مبسوط شويه يعني. انا حد اقولك ما تقلقش حد اقولك. لا بقولك ايه، فارم فريتس والله دلع. احنا كل مره بناكل وبننسى التوبيك. ايوه ما هم جابوا لنا اكل حلو علشان التوبيك صعب شويه. الهم اللي هيجي مبدئيا اكتر سؤال جنرال بالنسبه لك، فيزيكال ولا ايموشنال تشيتنج هتبقى ألذ؟ هما الاثنين وحشين بس مين اللي ألذ؟ مين فيهم الليفل بتاعها اقل؟ فيزيكال. الاجابه فيزيكال. انا كنت اسالك سؤال خفيف اللي هو عمرك غشيت في الامتحان؟ سالتني سؤال عن الريليشن شيب على طول. على طول ندخل في الموضوع، بس طبعا غشيت في الامتحانات. انا فاشله جدا في الغش في الامتحانات، وانا اللي هو بتقفش مستحيل ما بعرفش، ما بعرفش اكذب على فكره وما بحبش كذب. انا بتقفش لما بكذب برضه، مناخيري بتنفش كده لما بجد. يعني بتقفش ثانيه ثانيه زي بولوكيو كده. فتحت كده. انت قلتي فيزيكال اهون صح؟ ايوه. مش عشان دي اجابه غريبه قوي، هما الاثنين اكيد مش عادي. كنت في الاول خالص بتقولي ان الحاجات اللي ممكن تبوظ الجوازه الخيانه او الحاجات دي او احترام، بس في حاجات معينه ممكن اورك اون ات، ممكن ما اخليش الجواز يبوظ او ينهار بسبب غلطه. بس هي كارثه مش غلطه، هي كارثه بس لازم اعرف قوي ايه اللي حصل. إيه تفاصيلها ايه؟ عايزه يحكي لك تفاصيل اللي حصل؟ لا مش تفاصيل الحاجه اللي حصلت. انا اكيد خرب بيته. لا انا عايزه ده ايه بقى الكلام ده. لا انا عايزه اعرف ايه اللي وصله لكده. وارد ان الشخص يغلط، وده مش معناه خالص ان انا هقول لك بجد لو انت خنت فانا ممكن اخون. انا مش من طبعي، انا عمري ممكن اعمل حاجه زي كده ولا ظروف تخليني اعمل كده. بقول لك حاجه مفاجاه بس انا مقتنع بيها جدا، ان الستات بتخون اكتر من الرجاله بكتير، بس الستات اذكى بكتير والرجاله بهايم يا حبايبي سوري يا جدعان، بس ما بيتفشوش فاهمه. اي مش دي الفكره، هو عشان الوارد قوي او الشائع قوي ان الرجاله هي اللي بتخون. ايوه عشان في رجاله بجد ما تتخيلش ان هي ممكن ستات هيعملوا فيها كده. بس هي الفكره كلها ان انا بتكلم عن لما بحس ان الجواز ده مؤسسه كده، وبحس ان ممكن تساكريفايس عشان الجوازه تكمل. مش عشان الجوازه تكمل، علشان دايما في حياتي بحب ادي كل الاسباب اللي هو ممكن محدش يصدقها. لو بالنسبه لك انت خنتني فخلاص يلا باي باي انا مش هكمل معاك، بس وات اف يعني هو كان بجد ما كانش يقصد وبجد ما كانش عايز يعمل حاجه غلط. انا حاسس بالعكس. ايوه ايوه بالظبط. بس في ستات بجد بتكون يعني بجد ذكيه زي ما انت بتقول كده، ممكن تبوظ بين اتنين. اي حد بيبقى عايز حاجه بيعملها، مش حد بيعمل حاجه غصب عنه، بس ساعات فعلا الناس بتغلط وبتبقى مش قصدها خالص انها تعمل كده. انا شفت ناس اعرفهم بجد كان يتمنى بس فرصه مراته تسامحه، وكان ممكن فعلا الحياه تمشي والحياه تبقى احسن لو كانت بس اديته فرصه، لاني فعلا هو ما كانش يقصد يخونها. وفعلا الست اللي كانت موجوده في الحدث ده كانت هي ست كده مش كويسه، فاهم قصدي؟ شقايه كده. عايز اسالك سؤال يا خوفي. يا خوفي ده اللي في بالي. تقدر تتقبل الخيانه؟ رخم قوي السؤال ده. خيانه في ما هو الاثنين هيبقوا زي الزفت، فيزيكال ولا ايموشنال؟ انا بحس يمكن الفيزيكال عند الراجل هتكون اكيد اوحش بكتير. ايوه ما الاثنين يعني لو هي حبت حد كده مثلا بينها وبين هي الموضوع كله صعب على فكره. بقول لك ايه، لا الاثنين مش هتقدر تتحمله. مش اصل كل ما ابص لها افتكر ان وات ايفر بقى الفيزيكال غالبا هقتلها. والله ايوه ما هي الخيانه حاجه مش لطيفه اكيد وحاجه صعبه قوي. كنت باكل بطاطس وجبتي السيره دي خلتيني ما اكلش. كل عشان عايزه اديلك اللي عندي الدقه. بص هسمعك حاجه،
بس اسكت خالص اوكي. سمعت الكرانش؟ بتقرمش فارم فريتس قوي. طب اتفضلي. ايوه ايه ده انت ده كل ده عشان سمعت الكرانش؟ لا اصل انا شفت الـ الله دي ساور كريم اللي فوق. ايوه ايه ده الشادر تشيز دي خطيره. بقول لك ايه اول ما بس احنا عايزين نتكلم عشان انا وانت اول ما الاكل بيتحط قدامنا بننسى كل حاجه. مش ممكن. لا ما عمري ما هغفر اعتقد مش عارف اغفرها اصل هتبقى حاجه اتكسرت ومش بس بحس تخفت اكتر من الرجاله ما اعرفش مش اي نوع خيانه وبعدين برضو تو بي اونست الواحد ما بيعرفش ابدا هو هيعمل ايه لما يتحط في الموقف نفسه. بحس ان الحب هو اللي هياثر اكتر حاجه الراجل يسامح او ما يسامحش بس غالبا مش هيسامح يعني بحس ان كسره الراجل في الحته دي مرعبه. والله هي كسره الراجل والست فاهم. ايوه بس انت لسه قايله دلوقتي حالا ان انت لو فيزيكال ممكن تلات جو. ما هو برضو مش اي فيزيكال ومش اي حاجة. انا كنت حتى بقولك انا مش شخصية غيورة فلو في الاخر حصل حاجة بسبب الموقف ده وكان غصب عنه حتى. يعني ايه غصب عنه في الفيزيكال يعني؟ انا فاهمة قوي فاهمة انه مش غصب عنه اللي هو يعني فجأة وقع نفسه لقى نفسه في موضوع اتكعبل يا حبيبي اتكعبل. نقى الايموشن اللي علمك بيوجع اكتر. الايموشن ده معناه ان انت ارتبطت بحد وحبيته بجد وانت اصلا بتحب حد بحس تاني. بحس الايموشن دي بتيجي من زهق في الرجاله بالذات او بيبقى بيدور على حاجه عكس اللي في مراته. بالعكس بحس الفيزيكال دي حاجه كده اللي هي غباء رجاله وخلاص. انا شايفه ان الايموشن بيوجع اكتر. احساسي ان الشخص اللي بيحبني او انا بحبه او كده ومشاعره راحت لحد تاني ده يوجعني اكتر. انا ما بقولش ان التاني ما يوجعش وما يضايقش. الاثنين وحشين والاثنين مش مقبولين. ده مش مقبول اكتر بصراحه. ده يثبت وجهه نظري تاني ان الراجل زي الكلب. ايوه عشان انت مش معتبر موضوع الايموشنال ده بانك بتدافع قوي قوي كده. خنت قبل كده؟ خنت مين قبل كده؟ اللي عارف اللي بيردد السؤال تاني ده بيردده ليه؟ بيفكر؟ يس بيفكر هيرد ازاي عشان ما يتفضحش؟ بالظبط. ردك وصل يا فندم. وكان غصب عنك بقى ولا بإرادتك؟ ما خنتش قبل كده. لا السؤال اصلا مرعب فاهمة؟ ايوه مرعب عشان حسيت انك هتتكشف. هتكشف ليه؟ ما لا ما خنتش طبعا. نفسي قوي اكون بشوفك دلوقتي وانت بترد عليا وبتقول كده عشان حاسه ان هم هيبقوا عارفين ان انت فاكرة بتكذب. فاكرة كنت اقول لك مناخيري منفوشة؟ بالظبط. انا دلوقتي مش عايزه اشوف حاجه غير مناخيرك. طيب تعالي بقى انت اتخنتي قبل كده؟ ينفع ما جاوبش زي منى زكي كده؟ والله شكلها فيزيكال وسامحتي ويوليتد جو زي الفل. طب بس بقى خلي الطبق مستور كده كده الخيانه وحشه يا جماعه قوي. بس اديني رقم حلو. اديتك الفول مارك. انا ظبطتك بالنسبه لاجاباتك. يبقى انت ما ادتنيش الفول مارك. اغير الريتنج بتاعي دلوقتي؟ لا لا عيب خلاص والله ترجع شايف بجد. لا هرجعها يا بنتي بجد ما ينفعش. انت بصي عشان ما تزعليش. انا هبص على الشكل والله ظبطتها والله ظبطتها. بقول لك ايه انا مبسوط قوي بالاكل والله مبسوط قوي بالاكل النهارده ومبسوط بالديت طبعا. صراحة كده بس الديت كده بالمره. انا عارفه ان الاكل الديت الحلو قوي ده بس لذيذ الحوار ده والله. ايوه لذيذ قوي ان انا مش شايفاك. هننسى التوبيك للمره الثالثه. ما احنا لازم ندوق الاول. أيوة. برضو الموضوع شكله تيستي وسخن فلازم ندوق الاول. ده تويست رهيب. انا مبسوط قوي. اسيبه شويه عندك ولا نبدل؟ لا نبدل. دوقي ده حلو قوي بجد. ثانك يو. يور ويلكم. ده شكله حلو ده برضه. تعالي نبتدي يلا لايف ستايل. طيب هسألك سؤال. هنفترض مثلا خلاص ان انتي متجوزة وجوزك عايز تسافره وتسيبي لارا مثلا اسبوع توافقي ولا لا؟ ايوه اوافق طبعا لانه انا اوريدي على وفاق جدا انا وبابا لارا. ساعات بيكون عندي حاجة ممكن لارا تقعد معايا. بابا لارا متجوز؟ لا 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 هو مش متجوز بس مش هحس ابدا انه بيغير او انه متضايق او اي حاجة لانه في قدر كبير جدا من الاحترام بيننا. والله بصي عشان الكلام الجامد ده والله بص اهو شفتي والله عشان الكلام جامد واضح ان انا عيلتي بتجيب ورد. لا 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 يعني الكلام حلو. طب البيت بقى بتحسي ان البيت بتتقسم ازاي؟ بص هقول لك على حاجه. انا مع انصار جدا ان انا ادلع الراجل جدا يعني احب ادلعه قوي بس احبه انه يكون هيلبفل. بقول لك انا ست بيت هايله بجد والله. انا عايش بقى 7 سنين لوحدي بنضف بغسل شاطر بطبخ بحب الاكل كمان بحب ادلع نفسي وفي نفس الوقت بقى لي فتره ابتديت اظبط اكلي واللي هو الجيم ايه ده كده. انا كمان بوجز على طول من غير ما افكر في الاير فراير اسهل حاجه في الكوكب. طيب بتحب بالليل ولا الصبح؟ الاثنين. يعني قصدي ايه لي الوقت المحبب ليك اللي تكون كده في مزاجك رايق كده ومبسوط؟ هقول لك امتى مزاجي رايق بس من غير تريقه. لا مش تريقه. اللي هو اليوم خلص خلصت تمرين استحميت كلت غسلت المواعين الحوض نضيف البيت نضيف كوبر كال ومشيته وقاعد مولع كاندل وبتفرج على فريندز. ايه ده انت بتحب الكاندلز؟ الله
الله استنى الله يولع كاندل وين دايركت لايت كده ومشغل فريندز. ميرسي. بحب الكاندلز قوي كده اليوم قمه الراحه والمزاج. طب بتحب الصيف ولا الشتاء؟ الصيف طبعا. انا بحب الشتاء. لا طبعا بحر يا جماعه. لا انا يمكن عشان رومانسيه شويه فبحب الشتاء كده والكاندلز إيه كل اللي انت قلته ده بالظبط كده. الشتاء كئيب. الرومانسيه دي على البحر تبقوا قاعدين على البحر سان سيت خلاص مولعين كاندلز ولسه طالعين مبسوطين. انما الشتاء ايه الرومانسيه؟ الشتاء ده كئيب وجري ومطر وحزن. فين الرومانسيه في الشتاء؟ هات الورد. ليه؟ هات الورد عايزاه. الشتاء ده رومانسي جدا على فكره. لا هات الورد. بجد؟ ايوه. عشان غرقت في الشتاء ما غرقتش حاجه. هات الورد. حاضر اهو خلاص. بس خلاص. قلت لي بقى بتحب الشتاء قد ايه؟ بموت فيه يا نهار ابيض. الشتاء ده احلى حاجه بالنسبه لي اصلا. طيب عايز اسالك سؤال تاني. لو انا وانت دلوقتي موجودين اترمينا فجاه في ايلاند. يا ريت. كده كسفت شويه. قولي. طب كملي كملي السؤال. لا خلاص. ليه؟ اترمينا في السيتي في وسط الناس كتير قوي. لا ايلاند حلوه بحر وبتاع لذيذه. لا بجد ايه ده كسفت قوي. سوري مش قصدي والله مش قصدي حاجه. ايوه انا ما قلتش ان انت قصدك حاجه انا بس يعني حسيت ما عرفتش اقول اللي انا المفروض اقول ايه. اسال لي انت سؤال. لا انا عايز اعرف هنعمل ايه في السيتي بقى. ايوه هنعمل ايه في السيتي؟ هناكل يعني هنعمل ايه؟ ما انا وانت دي اكتر حاجه. ما كانش ده السؤال بس ماشي يعني فوتها لك. هسألك سؤال. كنت اسألك انا عايز شرم الشيخ وبتاع فانا بحب الحاجات اللي هي بعيده عن الناس يعني ويك اند مثلا انا وصحابي بنطلع حته اوف رودنج كده لو هنبقى لوحدنا ليش فيه نقضي يوم لغايه بالليل بون فاير بالليل ننام كامله. بحب قوي البون فاير. بص انا اي فرهده انا دايسه فيها. بحب فرهده جدا جدا. بتحبي تسهري وير انتو بارتينج عامه ولا لا؟ بحب الكونسرت اكتر يعني احب اروح كونسرت بتاع حد انا بحب اسمع له. طب عايز اسالك سؤال. ايه لونك المفضل؟ عارفه انه سؤال كليشيه قوي. ازرق عشان البحر. رد كليشيه اكتر. لا على فكره العادي بيقولوا اسود بس لا لا بحب الازرق عشان البحر. عايز تعرف اي حاجه عن لبسي؟ هقول لك حاجه في اللبس عشان ده برضو موضوع مستفز قوي. انا بحس ان اللبس فيه شكلين. بيبقى فيه شكل اللي هو بنت لابسه اوتفيت حتى لو قصير او كده بيبقى شكلها حلو وكيوت. في اوتفيت تاني هيختلف شويه بيبقى ريفيلينج شويه فاهمه. فانا بحب قصه اللي هو يبقى ريفيلينج للهم والحورات وبتاع وكل مكان ليه لبسه صباح الفل. يعني انا بالنسبه لي اصل اللبس ده يعني بجد موضوع الفاشن ده من افشل الحاجات فيه يعني بحاول ان انا ابقى فاشنبل. فبجد الاوتفيت ده لما تشوفه دي اخر مره هتشوف المنظر ده. عايز اقول لك البليزر دي مش بتاعتي اصلا. والله مدلعك. والله انا اتعلمت من غلطاتي. والله عيب. والله العظيم عيب يعني ما تحرجناش ما تصغريناش قدام الناس. عيب والله. لا لا مش هصغرك بجد ريتينج حلو. بقول لك انا بجد اكسايتد قوي انك تشوفني. ايوه جدا. بقول لك متخيله اسمي ايه؟ حاسه انك اسمك مصطفى. كانوا هيسموني مصطفى بس مش مصطفى. بجد؟ والله. طب انت حاسس لون شعري ايه؟ حاسه فاتح يعني ما اعرفش. طيب لون عيني؟ عسلي. او لو شعرك فاتح تبقى عينك خضره بقى تبقى محظوظ قوي يعني. هي عسلي على اخضر شويه. طب بقول لك تفتكري هننزل ديت تاني؟ لا ده انا محظوظ بجد. والله احلى بكتير من كنت متخيل كمان. كمان انت قلت يس؟ اه انا بس شعر. طب انت اتصدمتي ولا تمام؟ لا اتصدمتش خالص. هاي. هاي ازاي؟ ازيك؟ الحمد لله ما اتصدمتيش. لا اتصدمت ليه انت؟ معرفش اني احتياطي. لا انت عينيك فاتحه. اه اه وشعرك قصير انت تخيلت كده. ايه ده بجد؟ ايوه بس احمد بس حجاج يعني بس احمد. احمد؟ هاي احمد ازيك؟ بيج يس بيج فات يس. ايه اكتر حاجه اتبسطت فيها في الحلقه؟ انت احلى من الاكل. مش يعني الاكل. بعد ما شفتك. لا بعد ما شفتك اتبسطت اكتر من الاكل بصراحه. انا كنت انتي فما طلعت انتي. لا حلو جدا بجد اتبسطت. بجد ما تكسبنيش كمان كده. هنروح دهب امتى بقى؟ نخلص الليل ونطلع نكمل نكمل الافتر ديت في دهب على طول على طول. لا ليه انت قلتي بتحبي السفر السريع. طب وانت احنا بنحب الاكل وبص المنظر ده خطير. ده احنا هنخلص ده بقى ونقعد ناكل ده الاول. كل انواع ناخده معانا في العربيه واحنا رايحين دهب. لانشز كده في الطريق في السكه. بص انا عايز اقول لك على حاجه. انا من الاول اديت وانا باكل بالشوكه بس نفكس بقى صح؟ ايوه نفكس لان في بص السبون في الفرايز دي بص عامله ازاي؟ ديب كله. ايوه ده جواكامولي ده ولا ده ايه؟ انا على فكره غسله ايدي ممكن تاكل. لا يعني حتى لو مش غسلاها. حلوه؟ عجبتك؟ اكل انا ايه بقى مش عارفه ممكن اجرب دي. دي هاني ماسترد غالبا. يا عيني ذواق قوي انت بجد في الاكل. لا بس بقول لك ايه حلو قوي. شوف من الدنيا ايه. اطمن على نفسي. مارج انا اديتك 9 عشان كنت قلقان كنت حاسه ان انت مش هتديني رقم كويس قوي يعني. شفتي بقى شفتي لا لا بص حسيت انه بامن نفسي. اديتك رقم مش كويس بعدها كنت المفروض تثقي فيها من الاول. شفت بقى بس جنبيها هارت تشيتنج.
مديني بقى ايه في 5 ولا هارت؟ الاثنين بقى، ما انا اديت 5 في الاول وبعدين حسيت كده فرحت جاي ادي هارت. هارت طبعا. 5 دي هما كاتبينها غلط اصلا، ما طلعتش ريتنج 5. على فكره انا هشوف الحلقه. صح. عارف لو لقيت ال 5 اي كيو 0 يعني فاهمه؟ لايف ستايل احنا زي بعض. والله اتبسطت جدا جدا بجد. انا كمان جدا بجد. كان يوم حلو، وكلنا فرايز بكل الطرق. كل في 3 طرق هبقى اعملهم بعد كده لوحدي. لوحدك؟ ايوه. ايه ده؟ ما انت اديتني 5، انت قلت 5 ولا هارت؟ ايوه صح. مفيش كده، مش معقوله كده. اشوفك تاني؟ ده ذهب. مش هنروح ذهب ولا ايه؟ اتفقنا؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وتعملوا فولو لبنش سيركل على فيسبوك وانستجرام وتيك توك، وتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب. ولو عايزين تيجوا في بلايند ديت شو، اعملوا شير للفيديو ده وتاج 3 من صحابكم في الكومنتس، وبرده مش هتبقوا محظوظين زيي. تعالى بص، انا حاسه ان ده كان فرايز النهارده بس انا كمان حلو. بس الدبس فظيع. لا بس انا